بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. كما تعلمون نحن على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك أهله الله علينا بالأمن والأمان، وهناك العديد من الأمور المرتبطة بهذا الشهر الفضيل لا بد من التأكيد عليها وتوضيحها. ندرك أن شهر رمضان المبارك هو شهر التآلف والتكافل والمحبة، وتكثر فيه أعمال الخير التي نأمل أن تتضاعف في مثل هذه الظروف الاستثنائية. لكن في الوقت ذاته تتطلب هذه الظروف أقصى درجات الوقاية والحذر، وبالتالي نؤكد على ضرورة عدم إقامة التجمعات والولائم والدعوات بمختلف أشكالها، وذلك حفاظا على صحتكم وسلامتكم ومنعا لانتقال العدوى لا قدر الله. فيما يتعلق بالتبرعات العينية والمواد الغذائية خلال الشهر الكريم، نؤكد بأن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة باستقبال الكميات الكبيرة من التبرعات، ويتم توزيعها على المواطنين المحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووفقا لقوائم السجل الموحد. أما الجمعيات الخيرية في المحافظات والراغبة بتوزيع التبرعات العينية والغذائية خلال الشهر الكريم، فبإمكانها الحصول على موافقة الحاكم الإداري في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الوقاية الصحية والسلامة العامة وتعليمات الجهات المختصة. ستكون الساعات المسموح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وقضاء أعمالهم في شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، ولن يسمح بعد ذلك بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم كما هو الحال الآن، علما بأن يوم الجمعة القادم سيكون هناك حظر شامل للتجول. سيكون دوام الموظفين المصرح لهم بالعمل خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. أما الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك، فيتم ترتيب ساعات عملهم من خلال رؤساء دوائرهم. بخصوص المنشآت التجارية والصناعية التي تم السماح لها اعتبارا من اليوم بالعمل، نؤكد أن التصاريح ستمنح فقط للمنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكذلك العاملين فيها ومن خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة stayhome.jo. أما بخصوص المنشآت غير المسجلة أو التي يعمل فيها موظفون غير مسجلين، فقد أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل ساعات خدمة لتمكين أصحاب هذه المنشآت من تسجيلها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة وبخطوات بسيطة ومعلنة، بحيث يتاح لأصحاب هذه المنشآت التقدم بطلب شمول العمال الأردنيين وغير الأردنيين لديهم بالضمان الاجتماعي بشكل مباشر، وذلك دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة. وقد بلغ عدد المسجلين خلال الساعتين الماضيتين حوالي 600 منشأة. ونؤكد بأن أصحاب المنشآت غير ملزمين بدفع أي مبالغ مالية بدل التسجيل أو اشتراكات العاملين خلال الشهر الحالي والمقبل، وبإمكانهم تقسيط المبالغ المترتبة عليهم على 3 ودون فوائد. نؤكد أهمية دور الضمان الاجتماعي في ظل هذه الظروف، الذي استطاع حماية مئات الآلاف من العمال الأردنيين بعد تعطل أعمالهم، ونسعى إلى تجذير هذا الدور
لتأمين الحماية المستقبلية للفئات غير المغطاة بمظلة هذه المؤسسة. ندرك أن هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها لتقديم الخدمات للمواطنين أو لمنح التصاريح للقطاعات المصرح لها بالعمل، وقد لا يكون هذا هو الأسلوب المثالي، لكن لضيق الوقت ولسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وأصحاب المنشآت تم استحداث هذا العدد من المنصات، وسنقوم بنشرها لاحقا، علما بأن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستقوم خلال الأيام المقبلة بجمع هذه المنصات تحت مظلة إلكترونية واحدة، يمكن الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدم هذه المنصات من خلالها. أيضا، وفي ظل سعي الحكومة لتوسيع نطاق استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في تعاملات المواطنين المالية والتقليل ما أمكن من استخدام النقد، فقد بلغ عدد المحافظ الإلكترونية التي تم استحداثها خلال مدة شهر واحد فقط 159,000 محفظة. بخصوص القرى الخمس التي تم إغلاقها في محافظة إربد، سيكون هناك قرار بتعديل إجراءات غلقها خلال الأسبوع الحالي، مع التأكيد على بقاء محافظة إربد مغلقة، وسننظر بتعديل إجراءات الحظر فيها خلال الأيام القادمة وفق تقييم وزارة الصحة والأجهزة المعنية. حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء. نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم، وشكرا. أسعد الله مساءكم بكل الخير. داخل المملكة هذا اليوم لم تسجل أي حالة لليوم الثاني على التوالي، وإنما سجلت ثلاث حالات لسائقي شاحنات قادمين من إحدى البلدان المجاورة، أحدهم أردني واثنين من جنسيات عربية أخرى. كما تم تسجيل 15 حالة شفاء هذا اليوم، 9 حالات من مستشفى الملكة علياء، حالتين من مستشفى الأمير حمزة، وأربع حالات من مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي. كما تم هذا اليوم إجراء ما يزيد عن 2915 فحص، وكما تلاحظون أنه بالرغم من زيادة عدد الفحوصات إلا أن الأرقام تنزل، مما يعني أن وضعنا الوبائي ممتاز، وأنه تعبنا وتضحيتنا ما راحت خسارة، ولذلك يجب أن نحافظ على هذا الإنجاز. كذلك اعتبارا من الأحد القادم سيتم فتح المراكز الصحية لأغراض تطعيم الأطفال. لم نتأخر، نستطيع الصمود لستة أسابيع بدون تطعيم، لكن أكثر من هيك صعب. الأطفال لازم يأخذوا المطاعيم لحماية أطفالنا، وهذا شيء ضروري، وستكون هذه المراكز متوفرة لغاية مسحات حديثي الولادة أيضا. حماكم الله وحمى الوطن وقيادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.